بالنسبة للساعة 11 صباحا كانت في حدود 38.27%، ثم انتقلت إلى نسبة المشاركة على الساعة 2 مساء إلى 76.32%. لا، العملية لحد الآن عملية تسير بظروف عادية جدا. الإدارة موفرة كل الشروط، نتمنى إن شاء الله النجاح والتوفيق. احنا كما لاحظتوا العملية تجري في ظروف جيدة، كاين تنافسية كاين ندية، ولكن ما خرجتش من الإطار تاع التنافس الديمقراطي.